هذا البرنامج برعاية اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج اخبار البلاد يلي نحاول من خلال تسليط الضوء على عدد من القضايا التي تتعلق بالمجتمع ونحاول ايجاد حلول لها مع نخبة من المتخصصين والمهتمين. حلقة اليوم ستكون حول كفالة الايتام مع مؤسسة الفوز العظيم لكفالة اليتيم، وسنتحدث من خلال هذه الحلقة على أنشطة المؤسسة ودورها الفعال في المجتمع. قبل أن أبدأ الحلقة أبدأ أولى فقراتنا وفقرة من البلديات. تعاني الشركة العامة للكهرباء في منطقة جيمينس من تهالك المبنى وانعدام توفر المكان الذي يليق بهم كموظفين. الزميل محمد العزومي قام بزيارة إلى مبنى الشركة العامة للكهرباء بجيمينس وأجرى عدة لقاءات مع الموظفين. بداية نبدا نعطيكم نبذة مختصرة على قسم خدمات المستهلكين جيمينس. طبعا قسم خدمات المستهلكين جيمينس من جروثة غربا إلى شط البدين جنوبا. طبعا يضم شباكين، شباك جباية جيمينس وشباك جباية المقرون. وطبعا المبنى من الستينات تقريبا في 64 ولا قبل حتى 64، ومبنى متهالك وما فيش الا الحجره هذه اللي فيها الجابي، مساعد الجابي، المشرف، القراء، القاري، الفنيين، رئيس المكتب الفني، رئيس القسم في نفس المكان هذا. ومبنى متهالك جدا وغير صالح للعمل لإقامة البشر. نحن خطبنا شركة العمل الكهرباء اكثر من مره، واخر مره في كان في شهر 5 اللي فات، وطبعا احتسموا الموظفين، وخاطبنا مدير الإدارة على أساس أنه تم سقف. طبعا عندنا مبنى جديد مازال ما استكملش، نسبة إنجاز حوالي في 60%. خاطبنا مدير الإدارة على أساس أنه تم سحب من المشروع من المقاول القديم، وحيتم تسليمه المقاول الجديد، وعادوا الشباب للعمل واشتغلوا. وانا تو في شهر 10، واتضح الى الان لم يتم سحب المشروع من المقاول السابق. المبنى هذا من الستينات، ولا كرمك الله فيه حمام ولا فيه كوزينه ولا فيه اثاث ولا فيه قرطاسيه، القرطاسيه وفيها من موظفين راه. نحن ننظر للمكاتب الاخرى في مكتب جيمينس، مكتب جيمينس مهمش، ما في حد ملتفت علينا. انا موظف لي 25 سنه في الشركه، من اول ما جيت هو وضع المكتب. والله الامر واضح بذاته، يعني تشوف المقرات المتهالكه اللي شفتوها غادي، وتشوفوا المقر النموذجي، يعني كان نموذجي، شالوا البيبان وشالوا الاكفاص، يعني الانجاز حوالي 90% نتيجه الاهمال يدمر بهالشكل. وتشوف انت تو حظيره حيوانات، ونتيجه الفيضانات السابقه استهلك من جديد. نحن في حاجه نبني مبنى جديد، بدل ما نستغل هالمبنى اللي بلغ اكثر من 90% وكلفنا، ونحن في حاجه له تو. الكهرباء في حاجه لهالمقر، يا اما كهرباء الشركه العامه ولا الهيئه ولا سموا فيها تو تكمل المشروع. وخطبت اكثر من مره ومن اي جهه انها تنقذ جيمينس، ما فيش حد يسمع. We'll be right back.
بحضور مسؤول مدير مكتب النشاط المدرسي ببلدية لبيار اختتم المنتدى الصيفي لتعليم الأطفال الحياكة والتطريز والتي احتضنتها مدرسة الوسيلة الأفضل الخاصة، حيث خرجت دفعة جديدة من الأطفال لتعلم مهنة الحياكة والتطريز. وفي ختام الحفل قدمت شهادات التخرج على الأطفال وشهادات التقدير على الشخصيات التي ساهمت في إنجاح هذا العمل للارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني داخل بلدية لبيار. أقدم لكم هذا الفارس الصغير من أحفاد المجاهدين، طبعا هذا جد يبقى المجاهد الكبير عبد الحميد العبار، وطبعا هو يمثل في الزي التقليدي أو اللي يمثل جدوده ويمثل فترة الجهاد ضد المحتل الإيطالي. طبعا هذه لمسة بسيطة يعني حاولنا نحن نقدموها كمجلس الوسيلة الأفضل لإحياء تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا في المنطقة. أتقدم كل الشكر والتقدير لإدارة مجلس الوسيلة الأفضل بإقامة هذا المعرض المتواضع. هذا تعتبر أحد المؤسسات الخاصة ببلدية الأبيار، وأتقدم شكر وتقدير للأستاذ حسام عبد الحليم على هذا المجهود الكبير، وأتقدم شكر وتقدير كل أعضاء هذه المدرسة، وأتقدم شكر أيضا لإدارة النشاط المدرسي بلدية الأبيار للأستاذ حماد الشهيبي. أتوجه بالشكر والتقدير لهذه المؤسسة التعليمية وكذلك العاملين بها من معلمين ومن إداريين وكذلك الطلبة الذين كانوا لهم حضور الطيب اليوم والمشرف بأعمالهم وبحضورهم. كذلك أوجه التحية لقطاع التعليم بلدية لبيار وعلى رأسهم مسؤول القطاع الأستاذ صلاح قليوان، وكذلك أحب أن أوجه التحية للأسر الطلبة المتفوقين على مستوى البلدية ثالث إعدادي وكذلك ثالث ثانوي في قسميها الأدبي والعلمي، ونتمنى لهم مزيد من التفوق والإبداع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أن الاتصالات هي عصب الحياة وأصبحت شيء ضروري للتواصل وقضاء الحاجات بين مختلف القرى والمدن، إلا أن منطقة مرادة تعاني من تردي شبكتي لبيانة والمدار في أغلب الأوقات نتيجة لعدم وصول التغطية مباشرة لمنطقة مرادة. وبحسب السكان المحليين أن الفضل يعود لشركة سرت للنفط التي أعطت لمنطقة مرادة قنوات اتصال عبر شبكتها الواصلة بالحقول. الجدير بالذكر أن مشروع توصيل منطقة مرادة بمنطقة العقيلة متعطل حتى هذه اللحظة، وكذلك المرسلات من منطقة زلة إلى مرادة عاطلة عن العمل أيضا. أما عن خدمات الأنترنت لا توجد أي خدمة تابعة للدولة مثل الADSL أو غيرها. يستخدم أهالي منطقة مرادة الأنترنت عن طريق خدمات تقدمها إحدى الشركات الخاصة وهي تابعة لأحد المواطنين. لم تستهدف منطقة مرادة من تطوير الأنترنت عبر شبكتي لبيانة والمدار مثل باقي المناطق والمدن. المصور الصحفي عبد اللطيف الغزاي أجرى عدة لقاءات مع سكان بلدية مرادة حول خدمات الأنترنت بالمنطقة. الاتصالات هي عصب بالحياة، وهي يستطيع طبعا المواطن في أي مكان أن يستطيع التواصل بين القرية أو الأخرى أو المدينة أو الأخرى، إلا أن منطقة مرادة حقيقة تعاني من إهمال شديد وتعاني من تذبذب في شبكة لبيانة وشبكة المدار من الانقطاع المستمر الذي يحدث بين الحين والآخر. أما عن النت لا توجد شبكة نت إلى لحد هذا الآن. توجد شبكة طبعا عن طريق شخص توي يبث للمواطنين عن طريق الاشتراك. أنا كمواطن من مرادة أتساءل، لمن لا يعرف مرادة، بداية نحن نغذي حوالي ثلثي ليبيا بالمرتبات وأغنى منطقة بثرواتها المعدنية والنفطية، لكن يؤسفني أننا أصبحنا مقطوعين عن العالم تماما. حتى ظروف الاتصالات والمواصلات وبالأخص ما نتحدث عنه الآن
موضوع الاتصالات، نحن الآن لازلنا وكأننا نتحدث في سبعينيات القرن الماضي. اللي فات جمعت المكش والمرادة هنا وركبوا البرج، لكن واجهنا بعض المشاكل، إن شاء الله يعني حيصلحون في القريب العاجل. تغطية المزار والليبيانة هذين الآن في مشاكل كبيرة، لأن أول حاجة سرقة البطاريات والمعدات في المحطات بتاعت المزار والليبيانة، وتو ربطينا على الهايلاين بتاع شركة السرد، والهايلاين بتاع شركة السرد يطفي باستمرار يعني عارف، ورسلنا ودرنا أكثر من مراسلات شركة المدار وشركة الليبيانة، ما فيش أي تجاوب منهم عرف. بالنسبة للتغطية في المنطقة يعني شبه معدومة، تجي يوم وتريح أسبوع. الواي ماكس إحنا جانا متأخر، ليبيا كلها تو مشروع الواي ماكس انتهى في ليبيا، فهمتوا؟ ومع مراسلات المجلس البلدي والشباب والقطاع الاتصالات هناك جينا متأخرين وعلقنا. تو نرجو في المهندسين بس اللي هم يوم لحد إن شاء الله يكونوا هنا في المنطقة، لكن تو عندنا مشكلة مواجهتنا، مشكلة الوكيل لأجهزة الواي ماكس. المنطقة الشرقية قالوا لنا أنتم تبع مصراتنا، كلامنا مصراتنا قالوا لنا أنتم تبع المنطقة الشرقية، فقعدنا حيرين. ختاما مشاهدينا الكرام، نشاهد هذه الصور من نادي شهداء بنغازي للفروسية لليوم قبل الأخير خلال فعاليات مهرجان الفروسية على مستوى ليبيا، وبمشاركة جميع الفئات العمرية. الزميل سراج العلام رصد لنا هذه الصور. بعد الحروب التي شهدتها البلاد منذ مطلع سنة 2011، تيتم عدد كبير من الأطفال في ليبيا نتيجة الحروب بكافة أشكالها. مؤسسة الفوز العظيم لكفالة اليتيم بمدينة بنغازي أخذت على عاتقها حمل كبير، ألا وهو مد اليد العون لهؤلاء الأطفال ومساعدتهم على قسوة الحياة ومعاناتهم. اليوم سوف نتحدث عن عمل المؤسسة وكيف تتعامل مع هذا العدد الكبير من الأطفال، وما هي الآلية التي تتخذها المؤسسة كونها إحدى مؤسسات المجتمع المدني الغير ربحية ولا تتلقى أي دعم مادي من أي جهة. سوف أتحدث مع مسؤولة مؤسسة الفوز العظيم لكفالة اليتيم وكذلك مديرة إدارة المشروع بها أهم الأعمال التي أنجزت والعراقيل التي تواجهها، بالإضافة إلى عدة نقاط هامة في فقرة ضيف وملف.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة تضيف وملف. وأستضيف في الأستوديو الأستاذة سكينة عبد المالك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفوز العظيم لكفالة اليتيم. أهلا وسهلا بكم أستاذة سكينة. أهلا بك أستاذ حمدي. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم جميعا، بارك الله فيكم. نعم، وأرحب أيضا عبر الأقمار الصناعية أستاذة سمر مجدي مسؤولة إدارة المشاريع والعلاقات العامة بمؤسسة الفوز العظيم. أهلا وسهلا بك أستاذة سمر. أهلا وسهلا بك أستاذ حمدي، ومشكور على الاستضافة حضرتك كل فريق العمل في قناة ليبيا الحدث. أهلا وسهلا بك. أيضا أرحب بالشابة هبة كويدير، طبعا يتيمة الأبوين، وسنتحدث حول هذا الموضوع بالخصوص. أهلا وسهلا بك هبة. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. حلقة اليوم مشاهدينا الكرام حول كفالة اليتيم، عمل إنساني وأجر عظيم. طبعا أستضيف يعني اليوم مؤسسة الفوز العظيم لكفالة اليتيم. في البداية أستاذة سكينة، يعني حدثيني حول عمل مؤسسة الفوز العظيم في الوقت الحالي. يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باسم أيتام وأرامل وأعضاء، وباسمي أنا الحاجة سكينة عبد المالك مدير مجلس إدارة مؤسسة الفوز العظيم، أشكر قناة الحدث والفريق المتابع لها كل الشكر والتقدير لكم، لأن بصراحة بصمتكم مع الفوز العظيم عمل إنساني من قبل مش من توا، فأنتم نعتبركم رمز العمل والعطاء والإنسانية. شكرا لكم جميعا اللي معانا، الأستاذ حمدي واللي خلف الكواليس، بارك الله فيكم. طبعا مؤسسة الفوز العظيم تكفل 421 طفل يتيم. كأطفال كفلتهم طبعا زي ما تشوف قدامك في الكرت كفالة مادية، كل شهر نعطي في كفالة مادية. كفالة علمية عندي اللي ماسكة الملف العلمي الأستاذة فاطمة العبيدي، تمشي الحالات الأطفال الأيتام اللي عندهم طبعا أمراض اكتئاب، حالات توتر، نسجلوا فيهم في مدارس خاصة، وسبحان يعني الحمد لله بصراحة بنغازي ما زالت بخير، ما نلقوش في أي عراقيل من المدارس، يقدموا كل الخدم للأيتام بارك الله فيهم. طبعا عندنا الكفالة الصحية، أي طفل يتيم مش قادر يعالج ويدير عملية يلجأ للمؤسسة، فنحن الأستاذ فرج العجلي يمشي نجد المستشفيات الخاصة باش على إجراء العملية أو تعليل أو علاج، والحقيقة ما قصرش، ونحب نشكر المستشفى الألماني لأن بدل أكبر خدمة. طبعا في المروة والصفا والنسينة، لكن مش زي الألماني، بصدق الألماني قايم بكل وجبات الواجبات الإنسانية معنا بارك الله فيهم. طبعا عندنا الدعم النفسي اللي هم الأطفال اللي عندهم أمراض نفسية، نجيبونهم في دكاترة نفسية نصبوا معاهم، لأن زي ما تشوف العلاج بتاع المرض النفسي باهظ تكاليف، فالحمد لله أهل الخير ما قصروش معنا. تمام أستاذة سمر، يعني المشاريع اللي قدمتها المؤسسة، يعني يا ريت تحكي لي عليها بحكم أنك مسؤول إدارة المشاريع والعلاقات العامة بالمؤسسة نفسها. طبعا من خلال مؤسسة الفوز العظيم، أنت عارف طبعا في ظل الأزمات اللي احنا نعانوا منها، ومن قبل حاولنا أن نديروا مشاريع اللي طبعا لرفع الأم، لرفع كفاءة الأم. نعم. حاولنا نديروا مطبخ طبعا، لكن للأسف توقف طبعا بسبب غلاء الأسعار، بسبب الأزمات اللي نحن نتعرضوا لها، بحيث أن نحن جبنا شيف الأستاذة سلمى الكرغلي، أعطتهن دورة وحاولت تعلمهن وتدربهن، بحيث أن بدل ما تصبح أم مستهلكة تصبح أم منتجة تساعد في بناء المجتمع، وتحس ان ليها دور فعال بانها تنتج وانها تقبض مرتب، وانها طبعا احنا كنا نساعدوا فين مثلا نجدوا اهل الخير ان نحاولوا نجيبوا المواد بتكاليف بسيطه او بالمجان، نحاولوا ان نسوقوا لهن المواد. ايضا حاولنا ان مثلا درنا دورات للتعليم الحياكه والتطريز. ايضا نحب نشكر الدكتور نادر كويري طبعا اللي عن طريق وزاره الصحه تم تبني دور التمريض لعدد لا باس به من الارامل، وان شاء الله باذن الله في وعود ان يتم ادراجهم في المستشفيات للعمل. ايضا في دورات الاسعافات الاوليه. نعم. ايضا نحب نشكر معهد توفيق
بصراحة استضاف 20 طفل يتيم، وأيضا استضاف بعض الأمهات. في أمهات طبعا في اللي عندها رغبة أنها تتعلم بس بسبب ظروفها الاجتماعية ما قدرتش تكمل أو تواصل تعليمها. نعم، يعني في جهد ملاحظ حاجة سكينة من خلال المؤسسات حتى الخاصة، يعني الخاصة كمؤسسات يعني مثلا معاهد اللغات وغيرها ما قصروش فيه، يعني أعتقد أن فيه لا ما فيش تقصير. نعم. التقصير من جانب اللي هم مفوضيه مؤسسات المجتمع المدني، وهي سمر انحرجه ان تقول مشكله المطبخ توقف بسبب الاوقاف، خدوا منا المقر، لكن انا مانيش محرجه، هم خد انا صينت المقر بمبلغ وقدره 45,000، وبعدين طبعا انا يعني سالت الشيخ قال ابدو ان شاء الله خير، وعدنا فعلا انا ما خديتش منهم مرقه وهذا ذنبي. والمكان اصلا هو مش ليا طبعا، هو هم قالوا تابع للاوقاف، لو قالوا انه تابع للاوقاف والزاويه الصحيه قالت يعني تابع لنا والله اعلم، لكن طلعوني بسبب انه قالوا تدفعوا 12,000 في الشهر. مستحيل ندفع 12,000 في الشهر، نحن عايزين ان نوكله ونشربه ونعطوا كفاله، بناخذوا ايجار 12,000 في الشهر، وانا مستاء منهم مش لانهم خدوا مني، لا 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 انا ما استأتش منهم، هذا رزقهم وعندهم حق، لكن استأت منهم لانهم قاعد واقف ما لا اجروه ولا شغلوه، يعني هذا اللي استأت منهم. تمام. وربي يعني يا ريت السادة سكينة يعني تحكي لي على معاناه هبه كويدير اللي هي طبعا يتيمة الأبوين ومتفوقة يعني حتى في دراستها وكذا، لكن يريت يعني تحكي لي عليها وعلى معاناتها بحيث أن نستقبل بعدين أحمد السعدي أيضا. طبعا هبة جتني صغيرونة زي ما تشوف فيها تو ما شاء الله شابة، ربي يكمل عليها ونشوفها عروسة إن شاء الله يا رب العالمين. طبعا جتني في تاني إعدادي، طفلة صغيرونة ملامح البراءة والحزن على وجهها برغم صغرها، لكن يعني ديما نحس فيها حزينة أنا، فقعدت بصدق أنا حبيتها من أخلاقها من أدوبها. كانت في تاني إعدادي صبيت معاها في زي ما تقول لك الدعم المالي، الدعم العلمي الطبي النفسي الاجتماعي المعنوي، هذا كله صبينا مع الأيتام كلهم، وهي بدأت هي تحكي لك، لكن توا هي كبرت وتحبت تستقر. طبعا هي عند خوالها واخوتها اثنين عند عمتهم، فهي قالت يا أمي أنا نبي نستقر، نبي نحس بالأخوة، نبي نشعر بخوتي معايا، نشعر بالأسرة بالعائلة، نبي نلم خوتي ونبي نصين حوش بويا بعد ما طبعا أبوها وأم توفوا سكروا الحوش. فللأسف أنا جبت مهندس فمسكر طبعا رطوبة وكلتها، فقدر لي مبلغ الصيانة 25,000. في لي ناس وعدت لكن للأسف ما وفتش بعهودها، وها أنا جبتها بينكم تحكي قصتها. ممكن تحكي لي هبة يعني كيف انك حابه انك ترجعي لحوشكم ومعك اخوتك، يعني احكي لي كم عندك اخ وكم عندك اخت بالضبط، يعني من الكبير فيكم يعني في انا يعني. اكبر وحده واخين عندي. عندك 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 اخين بس يعني؟ اه. تمام. وين موجوده انت تو حاليا؟ وين قاعده يعني؟ انا عند خوالي واخوتي عند عمامي. يعني انت حاليا موجوده عند خوالك واخوتك عند به، كيف يعني كيف حابه انك انت ترجعي لحوشكم في الوقت هذا؟ اكيد لان اذا كان انت اكبر وحده ممكن يعني الوقت مازال شويه انكم ترجعوا لحوشكم، ما حيقدر معكم فيه يعني. نحن يعني فوق عمامي قاعدين، يعني مش حيقصروا معنا عمامي، وفي نفس الوقت نقعد مع اخوتي، يعني استقرار كويس. تمام. انت في اي سنه من الدراسه تو؟ انا اعداد طب. اعداد طب. يعني شفنا يعني استاذة سكينة يعني فيه الابداع حتى موجود رغم الالم ورغم الظروف، يعني صراحه انسانه ادوبه وقلت لك وعندها هدف في الحياه رسمته، وهذه انا اللي نهدف ان الايتام يتعلموا ويوصلوا اعلى مراتب العلم، لان العلم ياخذ بيدهم، وهذه انا اللي عجبتني فيها، عندها اصرار انها تتعلم، وليش نحن ما نصبوش معاها اهل الخير؟ وبنغازي بصراحه كلهم خير، وانا عمري ما نشدت حد وقال لا، لكن مساله 25,000 هذه صعبه علي. لكن اعتقد اني هبه يعني زي مثلا مشكله هبه، اعتقد ان 50% من مشكلتها محلوله،
هي تسكن فوق يعني أعمامها. أيوة. هذه من ناحية الأمن والأمان. الأمن. ما ونحنا حتى معلش لما جت تنشت فيها قلت لها يا هبة أنا نبي نضمن لك الأمان. حتى وجود المقر نفسه. حتى وجود المكان سكن جيبي لي تنازل. لا حتى قلت لها جيبي لي تنازل من عمامك باش نضمن الحوش يقعد ملكك لما تصينيه ما يجيش حد يتعدى عليك وياخذك. ففعلا عمامها بارك الله فيهم ما قصروش وداروا لها تنازل. يعني ضمنوا لها حقهم في السكن وقالوا نحن ما عندناش مشكله وداروا لها تنازل وجابت لي التنازل في توا نحن هذه ليش انا جبت معي هبه ناجد اهل البر والاحسان والقلوب الرحيمه انهم يصبوا معي هبه باش يلموا شاملها هي اخوتها. نعم. طيب ممكن نشاهدوا هذا الفيديو اللي حول برامج توعويه للايتام تقدمها مؤسسه الفوز العظيم ومن ثم نرجع مع ضيف جديد اللي هو احمد السعدي ايضا يتيم الابوين بالاضافه الى انه كفيف يعني. فعاليات كلية الأسنان علشان نوعوا أكبر فئة في المجتمع من الأطفال والكبار وجميع الفئات في المجتمع. فنحن كانت اليوم استهدافنا هم استهداف أطفال اليتامى تبع مؤسسة الفوز العظيم لرعاية الطفل اليتيم لأن هي فئة لا تتجزأ من المجتمع كجزء من المجتمع. فضروري أن نحن نوعوهم ونثقفوهم اتجاه صحة فمهم وأسنانهم وكيف هم يحافظوا على صحة فمهم وعرفناهم بأهم المشاكل تصيب وتهدد صحة فم الأسنان وكيف نحن ممكن نقي من هذه المشاكل ونحافظ عليها عن طريق استخدامات الإرشادات الصحية. أهم مشكلة هي تسوس الأسنان. تسوس الأسنان هي من هذه المشاكل يصيب على صحة فم الأسنان. شو النتيجة؟ نتيجة نحن لما نأكل حلويات شوكولاتات بشكل متكرر في اليوم ونهتموش بنظافة أسنان. تقدم بالشكر للدكتورة حواء بعيو على مجهوداتها مجهوداتكم الجليلة الإنسانية اللي قدمتوها للأطفال الأيتام. وبصراحة في لقاء صغير بيني وبينها قالت لي أنا نحب ندير لفتة كريمة للأطفال الأيتام وعندي مجموعة دكاترة خيرين حابيني حتى هم يشتركوا معايا في البرنامج اللي قايمين به اليوم. فشكر كل الشكر والتقدير لكلية الأسنان وكل الشكر للدكتورة حواء بعيو والفريق القائم على هذه الحملة. بارك الله فيكم وزيدكم. أستاذة سمر يعني شاهدنا بعض الصور لمناشط مؤسسة كفالة اليتيم يريد تحكي لي على المشاريع الحالية اللي تقوم بها المؤسسة. والله حاليا أستاذ حمدي طبعا نقدر نقوله أن المشاريع شبه متوقفة طبعا بسبب زي ما قلت لك أزمة سيولة أزمة غلاء الأسعار. لكن حاليا طبعا نحن نشتغل على تجميع القرطاسيه وتوزيعها لاطفال الايتام.
نتمنى أن مثلا يكون عندنا مشاريع. حاولنا عن طريق إحدى الأرامل طبعا اللي هي ظروفها تعبانة أن نوفر لها فرن، لأنها طبعا تبيع في تدير في الخبز وتبيع فيه. أيضا في أرملة طبعا جيد فن الطبخ وتطبخ للمناسبات، فحاولنا عن طريق الداعمين والمتبرعين بارك الله فيهم طبعا جمعنا لها الأدوات. نعم. زي المناصب زي ما نقولوا، الطناجر الكبار، كل الأدوات اللي تلزم ليها، ووصلنا لها لعند حوشة. نعم. وحاليا طبعا تمتهنها كمهنة ليها، على الأقل توفر منها أو تحاول تنفق على أطفالها من خلال هذه المهنة. نعم. ديما نحن نطمح ان الدورات التدريبيه للام، للاسف ان نحن اغلب الامهات في لي حتى اميات، يعني نحاولوا نديروا لهم دورات، نحاولوا ناخذوا بيدهم. وهذا دور مؤسسات المجتمع المدني الحقيقي. يعني استاذه سكينة، يعني بخصوص الايتام والاطفال اللي يعانوا وفقدين الابوين، وخاصه اللي يعني ما عندهمش حتى من يعول عليهم. اليوم معنا أحمد السعدي، يتيم وفقد الأبوين، وأيضا يعني فاقد يعني حتى البصر. يعني أهلا وسهلا بك أحمد. أحمد تسمع فيه كويس؟ مرحبتين بك. مرحب بك. أستاذة سكينة، يعني ممكن تحكي لي على مشكلة أحمد السعدي اللي يعني ربما أنا أشوف فيها مشكلة كبيرة، يعني ممكن أكيد يحتاج لدعم أكبر ومساعدة أكثر. يعني أكيد طبعا هو أحمد جاب ولد عمبو. هو مسكين الولد العم هذا اسمه أستاذ رجب السعدي، قال أنا عندي أطفال وما نقدرش على علاجه، يعني الأكل وشرب مش مشكلة، لكن العلاج بتاعه بصراحة يتطلب مصاريف كبيرة، وخاصة أنه من ما تواجدش علاجه إلا في ألمانيا. فأنا بصراحة ضمنت للكفالة الشهرية والمستشفى، لكن الأب كان حتى هو يقول لي أنا مش طالب منكم، أنا قعدت وغير توكلوا فينا وتشربوا، أنا نبي له علاج. فأنا بصدق ناشد أهل الخير أن أحمد هذا يتيم الأبوين فقد البصر، نبو أهل الخير يوقفوا معنا باش يرجع له بصره ويقعد زي الأطفال يلعب ويضحك ويشوف. هو بروحه برغم صغر سنه لكن يقول انا خاطري نشوف وخاطري نلعب مع العيال. تحس هل عنده اخوت احمد؟ يعني عنده كم اخ واحد معه اكبر منه ولا لا؟ اصغر منه، هو 11 سنه عمره، عنده اخ صغير تقدر انت تستجوبه يقول لك انا اخويا منه. احمد انت كم عندك اخ يا احمد؟ اخ واحد. باهي عندك اعمام؟ عندك خوال؟ خوالي في مصر. خوالك مصريين يعني. باهي من امامك؟ من امامك؟ وين قاعدين امامك؟ توفي في الشله، كم واحد قالوا ما بش نقدرش نربو. من هم يعني؟ هل في مثلا يعني مشكله؟ ما باش حد يقبله، هو اخوه، فتقدم له اولاد عمبوه، تخيل يعني رفضوا كلهم حتى خواله، يعني رفضوا امامه وخواله، هو قاعد تو مع اولاد عمبوه، ما حدش تقدم وصب معاه الا هو. هو تو يعني وين موجود بالضبط؟ في مع اولاد عمبو، هو مع استاذ رجب في عماره في سكابلي. فانا ناشد اهل الخير، نقدم له الشكر والتحيه بصراحه، يعني رجب انا نتقدم له الوضع الانساني، هو زوجته رغم اني انا عمري ما شفتها، لكن انسانه بصراحه عندها حس وانسانيه عاليه، نقدم له كل الشكر والتقدير. السيده نعيمه، أنا نبي أهل الخير، أنا قعدت معاش في مصداقية والناس كلهم رافضة حتى تقولك لا، ما أنا نبي نمشي معاها بروحي. تأكدوا إذا كان في واحد داعم ولا حد بيصبي معاه، أنا اللي حنمشي معاه، أنا متبرعة أني نمشي أنا وياه بس أحمد ونعالجه. تمام. رسالتك أستاذة سمر لكل الناس اللي ممكن ربما يعني من المفروض انها تكون داعمه لمؤسستكم، يعني شنو الرساله اللي انت حابه انك توجهها لهم؟ اول حاجه انا بالنسبه لاحمد حابه انوه انه هو فقد بصره نتيجه حادث مع والديه، يعني صعب ان الطفل يكون يشوف وبعدين ما يشوفش، هذه الاصعب. يعني لو انولد كفيف من الاول، نتمنى من كل الداعمين ورجال الاعمال والناس الخير انها تصبي معاه، لأن طبعا يتيم الأبوين وفاقد البصر وحاس بتخلي أقرب الناس ليه. يعني حتى المدة اللي فاتت كسر عكوزة كنوع من
انه هو زعل وفقد الامل في علاجه. رسالتي الى كل اهل الخير، طبعا بنغازي معروفه انها بصراحه ولاده، بنغازي ربيت الدايح، استقبلت رغم كل المحن، رغم كل الازمات اللي مرت بها، كل الجاليات، كل الناس، كل النازحين، كل فنتمنى انهم يصبوا معنا. مش ضروري يعني لو حابين يقدروا يجوا للمؤسسه وتواصلوا هم انفسهم على الايتام. نحن ديما نقولوا للمتبرع تعال، حتى مستعدين نوصلوا بينك وبينه ونحن نطلعوا. نعم. ايضا انا حابه نوجه نداء الى مصرف ليبيا المركزي. نحن بصراحه اكبر ازمه تقف عقبه في امام طريقنا التطوعي استاذ حمدي ان نحن ما عادش قدرنا نطلعوا. نحن عندنا فلوس في مصارفنا او في حسابات المؤسسه اللي هي عندها حسابين في مصرف التجاره والثانويه وفي مصرف الوحده. تحتاجوا لتسهيل هذه الاموال. قعدنا ما عادش نقدروا، في تبرعات تجي ما عادش نقدروا. طبعا صكوك سياحيه. الرساله وصلت. الام تقول لك انا عندي مثلا نبي نوكل، نبي نشرب، نبي مرات العيل اللي يمرض. نعم. مرات نبي حق تاكسي. نعم. يعني مش وصلت استاذ سمر، يعني نظرا لضيق الوقت بس كلمة أخيرة أستاذة سكينة. الكلمة الأخيرة نوجهها شكر وتقدير لكل الداعمين اللي لكلوا لملوا من الكفالة الشهرية وقاعدين متواصلين معايا لعند الآن. بصدق كل الشكر والتقدير. أنا ما أقدرش نقول لك واحد دون واحد بصراحة، ما شاء الله تبارك الرحمن، رجال أعمال، معلمات، معلمين، بصدق حتى ربات بيوت مصابين مع المؤسسة، بارك الله فيهم وجزاهم عني كل خير. شكرا أستاذة سكينة عبد الملك. وشكرا لحضرتك إدارة مؤسسة الفوز العظيم لكفالة اليتيم. شكرا بارك الله فيك. وأيضا الشكر لأستاذة سمر مجدي مسؤولة إدارة المشاريع والعلاقات العامة بمؤسسة الفوز العظيم، كما الشكر موصول لهبة كودير يتيمة الأبوين، وأحمد الساعدي أيضا يعاني من نفس القضية. مشاهدينا الكرام، مؤسسة الفوز العظيم لديها يعني حسابات في مصرف الوحدة فرع المدينة اللي هو 108-207-97، وأيضا مصرف التجارة والتنمية فرع شارع 20 111-275-81-09-01. نعود الرقم، مصرف الوحدة فرع المدينة 108-207-97، وأيضا مصرف التجارة والتنمية فرع شارع 20 111-275-81-09-01. وبالإضافة يعني إلى عدد من الأرقام، يعني ممكن إذا أي حد يعني حاب أنه يقدم أي شيء ممكن يتواصل معي. نعم، يتواصل معي 092-696-95-74، 092-696-95-74، و091-464-23-65. شكرا استاذ سكينة. عفوا. عبد الملك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفوز العظيم لكفالة اليتيم، وإن شاء الله يا رب يكون يعني في ميزان حسنات أي شخص يقدم العمل الإنساني لأبناء وطنه قبل كل شيء. شكرا لكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية